الشيطان على خشبة المسرح ومتاهة من القمامة ونظرة على حياة فنان. فلنبدأ أولاً بمهرجان دبي السنوي للفنون، حيث ترك الربيع العربي بصمته على معظم الأعمال المشاركة، وقد أثارت لوحتان أحدهما تحمل عبارة إرحل والثانية تظهر فتاة تتعرض للضرب في ميدان التحرير بالقاهرة الكثير من الجدل. السلطات الإماراتية أزالت اللوحتين قائلة إنهما تتعارضان مع قيم البلاد. رائعة المؤلف الروسي ميخائيل بولغاكوف المعلم وماركاريتا تعرض حالياً على خشبة مسرح الباربيكان في العاصمة البريطانية لندن. العرض يضم مزيجاً من الفيديو والمؤثرات الخاصة والموسيقى. القصة التي تعد واحدة من أروع الأعمال الساخرة في القرن العشرين تتناول زيارة الشيطان لموسكو في الثلاثينيات. زائر متاهة عملاقة في ساو باولو بالبرازيل قد يجدون قمامتهم تحدق في أعينهم. المتاهة المكونة من 30 طناً من القمامة من أعمال الفنان إدواردو سرور، ويأمل سرور في زيادة الوعي العام بأهمية التخلص من القمامة. كلوتيلدا غارسيا ديل كاستيلو، زوجة الفنان الأسباني يواكيم سوروليا، كانت مصدر إلهام له. هذا المعرض المقام في العاصمة مدريد هو إهداء لكلوتيلدا، وتلقي اللوحات والصور الضوء على العلاقة الفريدة بين الزوجين. غادة ناصف، BBC.